الاستنتاجات. شو بقول لك الاستنتاج؟ عند استخدام السطح المائل فإن نقلل من مقدار القوة المبذولة من أجل رفع الأجسام، ولكن في الوقت نفسه زادت من المسافة التي تحرك الجسم. حلو، هاي عندك هون الله يرضى عليك استنتاجات. شو بتقول لي يا أستاذ؟ بتقول لي عند استخدام السطح المائل فإن نقلل مقدار القوة المبذولة من أجل رفع الأجسام، وذلك أفضل، وذلك وفي الوقت نفسه زادت المسافة، أو ذلك بزيادة المسافة التي تحرك الجسم. اثنين، عند استخدام السطح المائل فإننا لا نقلل من مقدار الشغل المطلوب. الله يرضى عليك، أو الشغل مش المطلوب، الشغل المبذول حبيبي الله يرضى عليك. هو عند استخدام فإننا نقلل من مقدار القوة، وذلك عن طريق زيادة المسافة التي تحرك الجسم. كيف أنا بدي أحسب الفائدة الآلي للسطح المائل؟ يعني شو المقصود بالفائدة الآلي؟ يعني كديش أنا بوفر على أي حال قوة؟ هاي المقصود بالفائدة الآلي. لحساب الفائدة الآلي للسطح المائل، الفائدة الآلي شو بتساوي؟ إما طول السطح المائل على ارتفاعه، الله يرضى عليك، وهذا قانون، هذا القانون ماله خاص لمين؟ للسطح المائل. حلو جدا. أو الفائدة الآلية تساوي المقاومة على القوة، هذا أنا بعتبره يزيد القانون الأم. شو يعني القانون الأم؟ يعني هذا ينطبق على جميع أنواع الرافعات، يعني فوق دير بالك الفائدة الآلية. فبالتالي بتقول يا أستاذ الفائدة الآلية السطح المائل إما طول السطح على ارتفاعه أو مين؟ المقاومة اللي هي وزن الجسم اللي أنا بدي أرفعه على وين؟ على القوة اللي أنا إيش بذلتها. هاي عندك الفائدة الآلية لوين؟ للسطح المائل. طلع عليه هون، يراد رفع الصندوق، هذا المثال موجود عندك في الكتاب. حلو جدا. شو يراد رفع صندوق؟ ان شاء الله بكون واضح. وزن الصندوق 800 نيوتن، هاي انا بزبط لك اياها. وزن الصندوق كم؟ 800 نيوتن. طيب ماشي، اذا بتقول لي وزن الصندوق يا استاذ شو بيمثل؟ وزن الصندوق بتقول لي يا استاذ يمثل عندي المقاومه. حلو، وتساوي كم؟ وتساوي 800 نيوتن. اذا هاي خلصنا منه. عن طريق استخدام سطح مائل طوله، إذا هاي بتمثل عندك الال، وارتفاعه هاي بتمثل عندي إيش الدي. الال طبعا 1 متر، بس نزبط لك إياها. هاي الواحد، والدي كم بتساوي؟ 0.5 متر. طيب ماشي، هاي معطين المعطيات، المقاومة اللي هي سيد العزيز الاف جرافيت. تمام جدا. شو المطلوب؟ المطلوب يا سيدي بدنا نجد الفائدة الآلية لمستوى إيش؟ المائل. فهمت علي كيف؟ وبدنا نجد مقدار القوة إيش؟ المبذولي. فهمت علي كيف؟ اللي بيسموه الإفورت فورس. تمام؟ هم رمزي له بالرمز إيش؟ FL. طيب نيجي يلا، شو بده الفائدة الآلية؟ بتقول لي يا أستاذ الفائدة الآلية شو بتساوي؟ إما المقاومة على القوة، هاي أول قانون، أو الفائدة الآلية شو بتساوي؟ طول السطح المائل على ارتفاع، على حسب المعطيات. ما في عندي قانون للفائدة، قانونين للفائدة الآلية لمستوى المائل. طب يلا، إذا الفائدة الآلية شو بتساوي؟ بتقول يا أستاذ ال على الدي، ال كم عندي؟ 1 على 0.5، فكم بيطلع معي؟ 2، مالهاش وحدة. شو يعني 2؟ هاي راح نيجي عليها. شو هاي يا سيد عزيز؟ 2. الشغل الثاني، ما مقدار القوة؟ طب حلو جدا، بتقول له يا أستاذ الفائدة شو بتساوي؟ بتساوي يا سيد العزيز الاف جي اللي هي المقاومة. خلينا نكتب لك كتابة الأفضل، المقاومة على وين؟ على القوة. الفائدة كم؟ 2. المقاومة كم يا أستاذ؟ 800. القوة مجهولة، هاي القوة. شو اتفقنا سابقا؟ قلنا يا سيد العزيز إذا كان المجهول عندك في المقام بتبدل بينهم. يعني شو؟ يعني القوة بتيجي محل 2 و2 بتيجي محل القوة. فبالتالي يا أستاذ القوة شو بتساوي؟ 800 على كم؟ على 2. كم طلعت القوة؟ 400 نيوتن. يعني أنت رفعت هذا الصندوق باستخدام قوة كم مقدار؟ 400 نيوتن. يعني صار عندك خيارين، إما أنك ترفع هذا الصندوق رأسيا نحو الأعلى، فبالتالي لازم أثر عليه بقوة على الأقل تساوي وزنه. لكن أنا عندما استخدمت السطح المائل صح طولت المسافة بدل ما هي نص متر صارت 4 متر، ولكن طلع مقدار القوة كم صارت؟ 400. يعني شو المقصود بالفائدة الآلية يعني 2؟ لأنه أقول لك الفائدة الآلية 2 إنه مقدار القوة اللازم لرفع هذا الصندوق تقل إلى النصف. طب لو الفائدة الآلية 3 بتقول لا، مقدار القوة المبذولة تقل إلى ثلث من وين؟ من وزن إيش؟ الجسم.